طيب هنروح بقى مع حضراتكم على خبر حزين هذه المره عن اسطوره من اساطير كره القدم الالمانيه جيرد مولر، اسطوره بايرن ميونخ والمنتخب الالماني اللي رحل عن عالمنا بالامس عن عمر يناهز 75 سنه. يعتبر مولر واحد من اعظم الهدافين اللي انجبتهم ملاعب الكره على مدار تاريخها. نعى بايرن ميونخ طبعا نجمه السابق في بيان على موقعه الرسمي قال فيه: ينعي النادي الاسطوره جيرد مولر الذي وفاته المنيه صباح الاحد عن عمر يناهز 75 عاما. وعايزين نقول لحضراتكم ان بالمناسبه مولر ده مش مجرد يعني لاعب استثنائي وخلاص، ده واحد صنع التاريخ مع بايرن ميونخ ومع منتخب المانيا. سجل 566 هدف في 607 مباراة رسمية، ولا يزال يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في الدوري الألماني ب 365 هدف. ده كله فضلا عن كونه هداف للبطولة 7 مرات، وكمان سجل 68 هدف في 62 مباراة مع منتخب ألمانيا. انضم مولر إلى بايرن ميونخ في صيف 1964 وفاز معاه بكأس الانتركونتيننتال وثلاث كؤوس لدوري الأبطال وكأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة. وكان مولر بطل الدوري الألماني 4 مرات ومثلها في كأس ألمانيا، كما فاز مع المنتخب الوطني ببطولة أوروبا سنة 72 وكأس العالم سنة 74، وسجل هدف الفوز في المباراة النهائية في ميونخ ضد هولندا. كمان النادي الأهلي هو الآخر نعى بالأمس وفاة مولر وقدم العزاء لكل محبيه ولكل عشاقه. تمام.